السلام عليكم شباب قناه مشروعات عربي، معاكم محمود الشرنكاوي. النهارده في حلقتنا حارت عليكم مجموعه تمارين لتنحيف الخصر. قبل اي حاجه زي ما احنا بتاعتين دايما، ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل فيديوهاتي الجديده. يلا بينا نبدا الفيديو. تنحيف الخصر تعتبر من اولويات كل البنات وكل السيدات. طبعا كلنا عارفين ان كل البنات كل السيدات بيتمنوا انهم يحصلوا على خصر شبه البنات الكوريين بالظبط، لان في بعض البنات وبعض السيدات طلبوا مني كتير جدا ان انا اعمل فيديو مخصوص بتمارين معينه لتنحيف الخصر زي البنات اللي هم الكوريين. طبعا كلنا عارفين ان البنات الكوريين الخصر عندهم نحيف متناسق، بيبقى في شيب شكله بصراحه خرافي يعني من الاخر. فان شاء الله فيديو النهارده انا حاورت عليكم مجموعه تمارين هتساعدكم باذن الله على انكم توصلوا للخصر النحيف اللي انتوا بتحلموا بيه. وكمان لو عايزين تعرفوا يعني ايه هي الاسباب اللي بتخلي الدهون تتجمع في منطقه الخصر، وكمان بتمنع يعني او بتشوه من شيب او المظهر تبع منطقه الخصر، افتحوا الديسكريبشن او الوصف تحت الفيديو هتلاقوني كاتب وشارح كل حاجه بالتفصيل الممل. طيب دلوقتي بقى التمرين الاول اللي انا حاعرضه عليكم تمرين شائع معروف جدا، وكل الابطال العالم او كل بتوع بادي بيلدينج فيتنس اي رياضي او اي رياضيه ممكن يخطروا على بالكم ما بيستغنوش ابدا عن التمرين ده، لانه بيعتبر تمرين رقم واحد في تنحيف وشد منطقه الخصر. وهنعمل التمرين ده مع بعض اربع مجموعات في 20 عده. يلا بينا. وبعد ما عملنا مع بعض التمرين الاول دلوقتي هنعمل مع بعض التمرين الثاني. التمرين الثاني مختلف تماما عن التمرين الاول في الحركه نفسها، ولكن الاستهداف واحد، نفس الاستهداف ونفس الفائده ونفس الهدف تمام. والتمرين ده محتاج تركيز وهدوء اعصاب، وهنعمله مع بعض اربع مجموعات في 10 عدات. يلا بينا. Break.
بريك. وبعد ما عملنا مع بعض التمرين الاول والثاني دلوقتي هنعمل مع بعض التمرين الثالث. التمرين الثالث مختلف تماما عن اول تمرينتين احنا عملناهم مع بعض، ولكن بيعتبر التمرين الوحيد اللي بيجيب نتيجه من الاخر، وكمان بيعتبر التمرين الوحيد اللي محتاج تركيز فوق ما تتخيله، محتاج تحكم في الاعصاب والحركه ونفسها تمام. وهنعمله مع بعض 4 مجموعات في 10 عدات. يلا بينا. بريك. بريك. واخيرا هعرض عليكم التمرين الرابع والاخير. التمرين الرابع سهل جدا ولكن محتاج برضو تحكم في الحركه، وهنعمله مع بعض 4 مجموعات ب 10 عدات. يلا بينا. بريك. 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 بريك.
وبكده احنا خلصنا حلقتنا شويه. ما احنا بتاعتين دايما اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار يا ريت على كومنت تحت وان شاء الله هجاوب عليكم بارا بوت. او تقدروا تتواصلوا معايا موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب فيسبوك تويتر انستغرام ان شاء الله مش هتاخر عليكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل فيديوهات جديده. وكمان ما تنسوش انكم تفرجوا على كل الفيديوهات اللي فاتت عشان تستفيدوا منها. السلام عليكم.